الخبر معانا الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم الفريق الأولمبي تحت 23 سنة بقصر الاتحادية النهاردة، وأيضا هيكرم منتخب الكاراتيه ومنتخب الاسكواش والمنتخب البارا أولمبي. وطبعا دي حاجة كويسة جدا بصراحة. المنتخب الأولمبي فرح الشعب المصري وفرحنا كلنا كمصريين وعمل إنجاز كبير جدا. احنا جماعة بطبيعة الحال، والله العظيم بطبيعة الحال، احنا الشعب المصري بدور على أي حاجة تفرحه. بنحب ننكد، بنحب نضحك، بنحب نفرح. والكرة ديت في دمنا كلنا. العيل الصغير بينولد أول ما بيجي يمشي كده بنجيب له كرة يلعب بيها. فاحنا طالعين بطبيعة الفطرة يا رهام كلنا بنحب حاجة اسمها كرة القدم. احنا عاوزين المنتخب الكبير بقى يا ربنا ينفخ في سرته كده ويفرحنا كلنا. يعني احنا عاوزين نفرح، عاوزين نشوف المنتخب المصري بتاعنا في المراتب المتقدمة.